زيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا أينما كنتم، سواء داخل أرض المغرب أو خارج أرض الوطن. إذا كما كتشوفوا 23 يوم هذه، والحمد لله مدينة الناظور والجهة الشرقية ما سجلاتش شي حالة، خاصة مدينة الناظور. مدينة الناظور ما سجلاتش الحمد لله يعني ولا حالة. طبعا الحال إن شاء الله الأمور تسير بشكل جيد هنا. العملية مستمرة في شارع، هذا الشارع هذا المؤدي إلى شارع يوسف بن تشفين. بطبيعة الحال أبنات هنايا وجميع المناطق يتم الرش ديالها. هذا راه غايد راه غايد قداسي مني كاز كاز راه شايف هذاك، شايف واحد البصل اللي فيها بؤرة. إذا كما كتشوفوا العملية مستمرة ولله الحمد. هاد العملية مين بديتوها؟ مين بديتوها؟ هاد العملية بديناها من يوسف بن تشفين، هبطنا معاه هبطوا معاه ديريكت هما؟ هبطنا معاه وطلعنا ودخلنا على هادي، جبنا الرومبو وراجعين مع هذا. برافو عليكم. كديروا المحلات والجهات اللي فيهم كثافة سكانية بزاف. اللي فيهم الكثافة بزاف وفيهم الناس بزاف كيوقفوا تما. برافو عليكم. إذا كما كتشوفوا متتبعينا حاليا، حنا كنتواجدوا حاليا مع عمال النظافة هنايا اللي مكلفين بالنظافة هنايا.
بطبيعة الحال الحمد لله الأجواء هنا جد عادية هنا في هذه المنطقة هذه. بطبيعة الحال 23 يوم ما شفناش شي حالة في هذه المنطقة هذه، وعملية التعقيم ما تزال مستمرة في أهم شوارع مدينة الناظور. حاليا العملية مستمرة ديال تعقيم أهم الشوارع ديال مدينة الناظور بطبيعة الحال من طرف عمال شركة النظافة، وغادي تستمر حتى لآخر الشارع. العملية شملات أهم الشوارع ديال مدينة الناظور، وخاصة الشوارع اللي كتعرف واحد الكثافة سكانية كبيرة. مازال ما خرج اختي، مازال ما خرجوش الناس المليلية. وبالنسبه نتمنى انكم ما تجاوبوش في التعليق على شي حاجات ما عارفينهاش اخواني. الاخ خالد راه مازال ما خرجوش، بقاو 75 غادي يخرجوا من الواحد جوج سوايع ان شاء الله، وغدا غادي يخرجوا واحد 150 اخرين عاوتاني، ماشي مور غدا خويا. الله يحفظك اخويا مراد، بارك الله فيك خويا.
هذوك اللي خرجوا البارح 150 اليوم 75 يخرجوا غدا غادي يخرجوا عاوتاني واحد 200 ولا 150 عاوتاني عبر دفعات. مرحبا خويا ابراهيم، غير باش ما نوصلوش المعلومه خاطئه صافي. الناس كتسول، الناس ديال كازا، ناس الرباط، باش ما نعطيولهمش معلومات اللي هي خاطئه، فهمت؟ انا عاد كي جاي من مليليه حاليا، جاي من لافروتيه ديال مليليه حاليا، مازال راهم تما، عاد مازال ما خرجوهمش نهائيا عاد. اذا عمليه التعقيم ما تزال مستمره هنا بشارع يوسف بن تشفين المؤدي الى حي العرين الشيخ. طبعا الحال همت مجموعه من الشوارع هنايا، نتمنوا ان الامور تمشي في هذا الاتجاه هذا. طبعا الحال 23 يوم ما سجلناش شي حاله، وهذا شيء جميل ورائع. اخواني اخواتي، شكرا لكم على المتابعه، نتلاقوا معكم بعد قليل واحد المكان اخر دائما من مدينه الناظور. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.